هذه النبتة عليك الإكثار منها في البيت، وحاول ألا تنقصك لأنها من الأساسيات في التغذية وفي الاقتصاد. هذا هو شكلها الأولي، يعتني بها جيدا بإيجاد التربة الصالحة والماء الوفير. حباتها وثمرتها قد تنعشك، قد تغديك، نعم هي كذلك للتغذية، وقد تذر عليك أموال طائلة. لا تحرم نفسك منها، وعند نضوجها قد تشاهدها في عدة ألوان.